locate the center of gravity of the volume. The material is homogeneous. يعني كل الكثافة واحدة. الشريحة اللي تغطي كل الفوليوم شريحة أفقية عبارة عن ديسك ارتفاعه دي زد والاريا بتاعته هتكون باي في ده واي يبقى واي تربيع ده دي زد والدي في الفوليوم طبعا ده فوليوم هيبقى باي ار تربيع اللي هو مساحة الدايرة في ارتفاعها يبقى ده الديسك. احنا عايزين نجيب الارتفاع يبقى زد بار بيساوي تكامل الزد دي في على تكامل الدي في. نمشي معاها حتة حتة. تكامل الزد بزد الدي في قلنا باي ار تربيع دي زد على الار طبعا اللي هي واي تربيع على تكامل الباي ار تربيع دي زد على جنب كده نص القطر اسمه واي يبقى الار تربيع بتساوي واي تربيع والواي تربيع بتساوي 2 زد. نطلع الباي بره تروح مع الباي هيبقى تكامل الزد الحته دي ب2 زد يبقى 2 زد في زد دي زد على تكامل الار تربيع 2 زد دي زد برضو الاتنين تطلع بره وتشطبوا مع بعض هتبقى زد تكعيب على 3 من 0 لـ2 وهنا زد تربيع على 2 برضو من 0 لـ2 تساوي 8 على 3 على هنا 4 على 3 على 2 مش 3 طب نشطب ايه مع ايه؟ نشطب دي مع دي بقى 2 والاتنين تطلع فوق تبقى 4 على 3 يعني 1.33 متر. احنا متوقعين ايه؟ ارتفاعه 2 النص 1 الفوليوم فوق اكتر ولا تحت؟ فوق يبقى اكتر من 1 شوية واقل من 2 طبعا 1.5 طبعا لما يطلع معانا 1.33 احنا يعني بخير. ليه؟ لان اكثر من النص الفوليوم فوق اكثر من تحت فهو اكثر من 1 واقل من 2